الله يرحمه ويرحمه. انت شو بيدك تغيرت؟ انت صار صار والحي ابقى من الميت. الله يهديك. ابكي حظ بعد مكسور وتبكي من الحسرات الايام. اصبح وهمسي وحزني يحوم وصابر امل عام من بعد عام. الله بيعطيك طولة العمر ما تعيش ان شاء الله يا عمي. تعال انت بعد نسيتني تراك بسوالفك. نسيت نفس سوالفك هذه. الله يهديك عمي. عمي سمعت من منصور بصحة يقول لك ان عندهم واحد ينقال تختر هذا هندي لكن لابس مقصر ابيض وحاط على عينه تشبه وحاط في رقبته حديده تشرى الحنيش. يقول لك يداوي الواد بهالحديده. تصدق عمي يداوي الواد بهالحديده هالشرجيه يا ابو. لكن وين السيف منه هناك العراي والعمي وين لا تعلقني. عمل انت تدري بالميسرات. صدقني يا عمي هذا اللي سمعته. لا ما بنخسر شيء اذا ابناه. هذا معروف في كل البلدان. شوف عمي انا بتك الزود وبجيب لك اخبار. يلا هاي هاي اخبار. شوف ايش سويت اللي وصيتك عليه. شو وصيتني يا عمي؟ شو قال؟ ان شاء الله نسيت عن عمتك خديجه. يوه عمتي خديجه عمتي خديجه. ما صرت لها اكيد ما صرت لها. لا يا ريال صرت عمتي خديجه. صرت لها يا ريال وترست لها البيت باللي فيه. ما خليت شيء ناقص موري. جبت لها الشكار وجبت لها الجار وجبت لها الطحين وجبت لها العيش. ما خليت شيء يا ريال. امي جايه من الباطنه جايه من امي ما كان اعطيها اياها. تستاهل عم. بارك الله فيك يا رباح. بارك الله فيك. وبعد يا اخوي وبعد يا عمي صرت عند خلفاب ومرزوق. هي واسماعيل موالد. هي وعطيتهم بروه البيت المرهون مثل ما وصيتني يعني. رب العالمين. وبعد يا اخوي بعد عاد انا وين صرت عمي؟ وين صرت يا ربي؟ وين صرت؟ بس عمي غير اللي وصيتني عليه. شقى بس؟ ها؟ ان شاء الله ما صرت بينكم عوش مثل بيع. عوش يوه عوش. لا صرت عمي صرت. عوش بتربيع وسالم بوميذة وعيال خالة. صرت لهم يا ريال وقلت لهم الدين اللي عبهركم من حياة المرحوم أبوه تراهم سامحنكم عنه. وإن كان في خاطركم شيء تراهم حاضر ومينون. أقول ممنون عمي ممنون. وما تم حتى الدين عندك مولي يا عمي. لا يا رباح في حد يدين برقبتي. منو بعد؟ المرية اللي تجيب لي الأكل وتحطها قدام باب الحجر. هذه لها دين برقبتي. ما تعرفك يا رباح بنية. عمي انت ما كنت تقوم تسألني على البنية. لا ما تراوت لي ما شفت تمون. كل ما تتجاوب باب الحجار ايه احس بيمبي ارتقم وابي وقلبي يدق. اعوذ بالله يمية. هاي يمية لا تجرب عمي لا تيها. لا يا رباح لا. حسات اسمي اني اعرفها. وين بعد احس تعرفني من سنين طويلة. عمي عاد المسامحة ما كنك تهادي عمي ولا شيء. لا ما نشوف. انا ما ادري وانا اصحى منك يا رباح وهالبنية موجودة ونسية لكن ما ادري شو التضليل مني. خلاص انا بترشد على وبجيبك الاخبار زين. يلا قوم انا رباح لا تنسى. شو انسى بعد؟ البنية. كيف فارق طيب عمي. يلا قوم انا الثوب اللي كان خاطرك فيه يا غناتي ورسوم الذهب باين من هدوبه. خذيه يا غناتي خذيه من حرير ومطرس مثل ما بغيتي. خلي كل بنات الفريج ترمس عنه لهالقواه. الله مغواه من ثوب يا غناتي. يمشي غناتي. بس ثوبك ما يمس لي الحزن. Shh.
معنات كلامك؟ أو إنك عادة ما تدري؟ لا والله. شوف يقولون الحرمة عقب عرسها بشهرين. إيه؟ ثوبها يضوج عليها. ها؟ وبعد وتانس بطنها ينتفخ. ظنتي يا غناتي انت حامل مو بكذا؟ هي يا غناتي انا حامل شهرين وكسور بعد. يا الله حرمتي حامل. امي يا تلمساره مريم حامل يا ولد الله حرمتي حامل. تدرين يا غناتي انا شوف خاطري ادري يا غناتي شو اللي بخاطرك. انت خاطرك يا ولد وناوي تسمي سيف. لا 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 ولد لا سيف. لا اله الا الله ان على ما بابري شو يقول؟ هذا مريض؟ خذي بابوي. اوه لا تخاف يا عمي لا تخاف، هذا الخطر اللي بيعالجك هذا هو. ما في كلام؟ ما في كلام؟ شو؟ وصل؟ هو هذا عمي. رقدي. ظنك مشفى يا رباع؟ عفا عليك يا عمي، اقول لك هذا معالج السيدات، هذه الشرجيه كلهم عارفين انه هذا. انتي ماصلي؟ انتي قبيل؟ ما في كلام اقول ماني، بس بروبلم معلومه بروبلم. ما سبيك قبيل. فهمت انا عاد؟ شوف انا. اوه بطلي بوز؟ لا صبر. هانت عمي هانت. بطل. عمي هالحين ايش اللي داوي بك؟ يلا تشوفيني يلا. سوي. عند باك. ها؟ عند باك. منو هذا وين؟ شنطة. زين وين عاد هو؟ بكشة يا قبي بكشة. بكشة ما تعرف ان شاء الله. مالو ولا تصير؟ والخير. يا بطل. صبري. يلا. صبري بابا صبري شوي صبري. سي زين ان شاء الله صبري. ها صبري. يلا. لا ما ادري والله ما بين. هذه اخر شيء داوي به. يلا هانت عمي هانت. صبري شوي. خازن عمي خازن الحبوب خازن. خازن؟ ايه. صبري بابا صبري. قول ما في زياده ما في زين. صبري. اي والله. اشوف. يا الله اشوف زهر. اوه صبري. خلاص بس تشافي تحمي ما تمشي خلاص. يلا قومي. هذا السحر شيطان هذا. شيطان مالون السير. شوفي بابا هذا سوي كذي اثنين مرة ثلاث مرة زين ما في شربي موتي. شربي موتي سيدة موتي. لا ما في شربي. هذا حطيت ظهر بطن. ظهر بطن زين؟ تمرخ بعد واحد صبح واحد مغرب واحد زهر.